تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. طبعا أنا سلمت على أعزاء المستمعين، ولكن اليوم نحن موجودين معاكم إن شاء الله بالصوت والصورة عبر الحسابات الخاصة بهيئة الصحة بدبي اللي هي DHA_Dubai اللي حاب يتواصل معانا، وأيضا بيشوف كواليس البرنامج، وكذلك متواصلين معاكم عبر حساب نور دبي على الانستغرام، منكم معاكم بالصوت والصورة لايف. كل التحية لكم مني محدثكم محمود يوسف العلي، وأيضا في التنسيق معانا حمد المعيوف، وفي الإخراج المتألق دائما أيمن سرحيل. أيمن سرحيل، طبعا أيمن يحب أنك أنت تقولين اسمه. ها دكتورة، الله يخليك أيمن، شكرا. إنزين، وأيضا معانا دائما دكتورة ندى الملة. صباح منورة دكتورة. شكرا، نور نورك يا محمود، شكرا. طيب نحن أرقام التواصل معنا كم دكتورة؟ على التلفون 600-55-1416 للمكالمات، وعلى الرسائل النصية 4006. وأيضا ما نتواصل معاكم كذلك مثل ما قلنا عبر الانستغرام لايف على DHA_Dubai ونور دبي. طيب قبل أن نروح لفقرة الأخبار الخاصة فينا دكتورة، خلينا نتوجه إلى التواصل الاجتماعي ونشوف حسابات هيئة الصحة بدبي. معانا أسماء الجناحي، صبحت الله بالخير. صباح الخير يا أسماء. أسماء صباحك ورد. ألو، هلا أسماء، صباح الخير. صباح الخير، أسعد الله صباحكم وصباح كل المستمعين. صباحنا وصباحك حبيبتي، شو رسالتنا الصباحية لليوم يا أسماء؟ اليوم رسالتنا: اعمل على تعزيز ثقتك بنفسك وقدراتك، فثقتك هي من ستجعلك تؤمن بأنك قادر على الوصول إلى أهدافك. رسالة حلوة. هذا هو. غير هذا أيضا في حساباتنا كنا ننشر أمس عن الانسياق نحو الإعلانات التسويقية للأدوية عبر قنوات التواصل الاجتماعي وعبر صفحات الإنترنت، ونتمنى من الناس أن ما يشترون أي دواء بدون ما يعرفون أن بعض الأدوية فعلا ضارة، يعني ولا يسمعون. يعني في ناس يبيعون أدوية عن طريق الانستغرام المواقع، فنتمنى نقول لهم دوائك عن طبيبك. صحيح، مو بعين شخص ثاني. أكيد. وفي بعض الناس عندهم حساسية، في غير يمكن يأثر في الكلى، يأثر في وايد أشياء، الناس تجهل هذه المعلومة. فهاي من النصائح اللي كنا نحن نحطها في قنوات التواصل الاجتماعي يعني خلال هذا اليوم. جميل يا أسماء، شكرا لك وشكرا على رسالتك اليوم، ويومك سعيد. يومك سعيد. شكرا لك أسماء الجناحي. أيضا دكتورة في صباح الخير أبو كريم، طبعا صبح علينا من حساب نور دبي، وصباح الخير ما نسمع شو يقول الطرف الثاني. عاد سامحونا نحن اللي موجودين معانا على الانستغرام، يوم تكون عندنا مكالمة ما نقدر نسمعكم إياها لأن نسمعها عن طريق السماعة بس المكالمات. ولكن نحن ما ننتقل الآن إلى
بعض الأخبار والدراسات، يقول لك توصلت دراسة حديثة إلى أن ممارسة القليل فقط من التمارين الرياضية قد يساعد البالغين المصابين بالتهاب المفاصل على القيام بمهامهم اليومية بمفردهم. ويشير الباحثون إلى أن التعليمات الإرشادية الأمريكية حول التهاب المفاصل توجب على المرضى ممارسة النشاطات الجسدية المعتدلة بمعدل 150 دقيقة أسبوعيا، وذلك للوقاية من العجز الناجم عن المرض. إلا أن 10% فقط من الأمريكيين المصابين بالتهاب المفاصل يلتزمون بتلك التعليمات. طلعت السالفة في أمريكا بس مبعنة بعد قد خلصت الدراسة إلى 45 دقيقة فقط من ممارسة التمارين الرياضية أسبوعيا تكفي لمشاهدة الآثار الإيجابية على مرضى التهاب المفاصل. المعدة الرئيسية للدراسة دورثي دانلوب بتقول، طبعا هي أستاذة علوم الروماتيزم والطب الوقائي بكلية الطب بجامعة نورث ويرستن الأمريكية، بالنسبة للمرضى الأكبر سنا الذين يعانون من التهاب المفاصل لا يمارسون نشاطات جسدية كافية، فإن ممارسة 45 دقيقة فقط من النشاطات الجسدية المعتدلة قد تحسن من حالتهم. 45 دقيقة بس في الأسبوع محمود، ترى مو في اليوم، صحيح. يعني قسموها على 5 أيام في الأسبوع، نعطيكم يومين إجازة. والله دكتورة أنا عندي مشكلة في عملية تضبيط الصورة، أحاول أطلعك معايا للمايك، يعني إذا في حساب نور دبي ضبطها يخترف في حساب الهيئة. عادي محمود، عادي ما في مشكلة، فبنحاول قدر الإمكان. طبعا تحياتي أخوي محمود، وأصبح وصبح على أختنا المتواجدة معاك. السلام عليكم، صباح الخير إذاعة نور دبي، صبحكم الله بالخير جميعا أخواني وأخواتي. طبعا دكتورة خلينا نتكلم شوية عن الفقرة اللي نقدم فيها نصيحة خاصة بدكتورة ندى تقول. دكتورة ندى تقول، طبعا محمود بما أن الحين موسم الزكام والكحة، فأنا بس حابة نعطي نصيحة للأمهات بخصوص الكحة عند الأطفال. طبعا حين تلاقي معظم اليهال يكحون، وين ما تروح تلاقي يهال يكحون، بس حابة أقول للأمهات أن مو بكل كحة عند الطفل تكون كحة سببها فيروس. في وايد أسباب الكحة عند الأطفال، فلازم ما نتهاون. يعني كحة، أنا الأمهات يسألوني بالعادة، أوكي دكتور متى نحس إنه هني مثل دق ناقوس الخطر لازم أوديه العيادة؟ شو استوى هني شو؟ دق ناقوس الخطر. يا سلام يا سلام، تفضل يا دكتورة. فنقول الأمهات إذا الكحة بشكل عام دائما اعتمدي على يعني بصيرتك أو نظرتك للطفل، إذا الطفل بشكل عام صحته زينة، يعني مو بتعبان، مو بطول اليوم ميهود، ما يبغى يتحرك، يعتبر هذا بالعادة فيروس. ولكن متى لازم نحط علامة استفهام ونوديه للطبيب؟ الكحة تبتدي فجأة، يعني الطفل يكون ما في ولا شيء فجأة ابتدت عنده كحة قوية. الكحة المرتبطة بالأكل، في وايد أطفال الكحة فقط بعد الأكل، فهذا يكون باحتمال عنده ارتجاع من المريء. الكحة اللي تكون موسمية، هاي يكون معناها ربو لازم يبقى له علاج. الكحة اللي تمنع طفلك يمارس الرياضة في المدرسة، تلاقي مدرسة الرياضة تقولك طفلك من نبدأ حصة الدراسة الرياضة ما يروم يركض، ما يروم يمارس الرياضة 10 دقائق 5 دقائق لازم يقعد، هذه لازم تودين للطبيب. الكحة اللي تكون مزمنة، يعني شهور الكحة مستمرة ما في كحة تمشور، يعني إحنا حتى كحة الفيروس نقول عطوها أسبوعين، بس كحة صار لها شهور مستمرة تخف شوي وتزيد، هذه بعد عليها علامة استفهام، فما نتهاون على هذه الأشياء. الكحة المصابة مصاحب لها حرارة فقط في الليل، هاي بعد يكون عليها علامة استفهام لأنه ممكن تكون مرتبطة بمرض السل. فهاي الأشياء الأساسية الأكثر شيوعا بخصوص الكحة عند الأطفال، فعشان بس ما نهمل نقول هذا فيروس والكل عنده والكل يهال يكحون، فهاي النقاط الأساسية لازم ننوه لها. يعطيك العافية دكتورة. نحن إن شاء الله بعد الفاصل بتكون عندنا وقفة كذلك مع مستشفى حتى. بعيد عاد الجو حلو حين حتى. الجو زين في حتى. احنا عندهم محمود مو احسن. وايضا عندنا موضوع اخر ما تكلم فيه عن منتدى التحول المؤسسي كذلك. فعندنا هذين الموضوعين ان شاء الله نتطرق لهم. فبعد الفاصل مستمعينا، يعني اللي حاب يتواصل معنا، اللي عنده ملاحظة، عنده ما بقول شكوى، بقول شكر اقتراح، حتى لو شكوى، يعني بالعكس الأمر أمامكم، يعني نحن نتعامل بكل شفافية، وهذا هو الغرض الأساسي من خلال هذا البرنامج. أرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. الحسابات اللي موجودين فيها لايف نحن DHA_Dubai، DHA_Dubai يعني من دبي هيلث أثوريتي،
underscore دبي أو نور دبي. نور دبي بتحصلون على الانستغرام إن شاء الله. لايف لايف صوت وصورة. أحلى أحلى من الراديو بس. لا كله حلو الراديو جميل. إيه. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا بحضور معالي أحمد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، تنطلق إن شاء الله صباح يوم غد الأربعاء بفندق شانغريلا دبي فعاليات منتدى التحول المؤسسي الذي تنظمه هيئة الصحة بدبي بهدف تعزيز وتوثيق التعاون والتواصل بين قادة البرامج والمبادرات لتطبيق أفضل الممارسات وتطوير القدرات لقادة التغيير. طبعا يعني اللي أنا قلته في وايد الغاز يمكن اللي خارج الهيئة ما يعرفها، فمن نتعرف على هذا الموضوع، من نتعرف على الأمور اللي سوف يتم مناقشتها في منتدى التحول المؤسسي. هذا المنتدى اللي يشرف عليه من المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي بهيئة الصحة بدبي، معانا في الاستوديو الدكتور محمد الرضا. دكتور صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والسرور بيوسف. دكتور أصبح الخير. صباحك ورد دكتور. دكتور قلنا تعزيز وتوثيق التعاون والتواصل بين قادة البرامج والمبادرات لتطبيق أفضل الممارسات وتطوير القدرات لقادة التغيير. موضوع جدا بسيط يا أبو يوسف، عقدته أنت ما شاء الله عليكم بالكلمات العربية الثرية. طبعا استراتيجية هيئة الصحة بدبي أو استراتيجية الصحة بدبي 2021 تم إطلاقها من قبل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. تقريبا كملنا سنة محمود دكتورة، وفي هذا المنتدى غدا بنلتقي مع قادة البرامج وقادة المبادرات وبنستعرض أهم النتائج. طبعا مع التحديات 2016 والتحديات اللي بتجابلنا ايضا في 2017، الهمة عالية والعزيمة عالية لاستكمال ما وعدنا عليه سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بان نحن ننفذ استراتيجية الصحة بدبي بطريقة مبتكرة وناجحة ان شاء الله في لين 2021. جميل، يعني بسط لنا دكتور محمد، بسط لنا الموضوع من الجملة الاولى. يعقد المواضيع ولا نحن نبسطها؟ ما عليكم أنا. هذا هم اللي حاطين الهدف مالهم والرسالة مالتهم. الحين يوم الواحد يقرأها يعني عقدها. شو الرؤية؟ الرؤية مجتمع أكثر صحة وسعادة. خلاص شاطر واضحة واضحة وسهلة وايد سهلة. وين الصعوبة؟ لا أنا الصعوبة هذا حبيب يستجدال على الهواء. إنزين دكتور، شو الفئة اللي يستهدفها المنتدى هذا؟ المنتدى إن شاء الله بيحضر قيادات هيئة الصحة، مجلس الاستراتيجية، قادة البرامج في هيئة الصحة وقادة المبادرات الاستراتيجية في هيئة الصحة، أيضا تقريبا عددهم 100 إلى 115 قارب، أن 15 برنامج استراتيجي وأكثر من 100 مبادرة استراتيجية. تم تضمين استراتيجية دبي 2021 في من ضمن استراتيجية الصحة بدبي 2021، فبالتالي في موائمة كاملة بين هذه البرامج. غدا نستعرض أهم النتائج وبناخذ مثالين من القادة، طبعا كلهم ما شاء الله عليهم أشهر من النار على علم. بنستعرض نتائج الدكتور حيدر اليوسف في التأمين الصحي، وبنستعرض أيضا نتائج الدكتورة حمدة المسمار في طب الأسنان. جميل جميل جميل، وتحية لهم الاثنين، الله يحفظهم. دكتور حيدر ودكتورة حمدة. طبعا أنا أحاول قدر الإمكان أن أنا أشوف الرسائل وأحاول أن أنا أضبط الكاميرا، فشغال مخرج وشغال مخرج ومنتج ومصور وكل شيء ما شاء الله. بس لأن المتعة في المسألة دكتور هذا التواصل المباشر مع الجمهور، فصباح السعادة عليكم وعماريا دبي، وهذه الرسائل الإيجابية يعطيكم العافية، فكل هذه الرسائل الإيجابية يعني تعطينا دافع لتقديم الأفضل. فنرجع للمنتدى دكتور.
تحدثنا عن الفئة التي يستهدفها، أبرز المحاور دكتور باختصار يعني شو اللي ممكن 15 برنامج استراتيجي بنشوف شو التحديات اللي واجهتها في 2016. ما في برنامج يخلى من التحديات، وأيضا الحمد لله ما في برنامج يخلى من النجاح، لكن أهم شيء أن نحن نرص على يدين 15 قائد والقائد البرامج قادات البرامج والاستراتيجية ونقول لهم أن التحديات هذه من سنة الحياة، صحيح، لكن النجاح أيضا يجب أن نحن نحتفل بنجاحاتهم ونكمل على المشوار اللي وعدنا عليه سيدي صاحب سمو الشيخ محمد. وبإذن الله سواء كانت 2017، الاقتصاديين يقول لك سنة 2017 سنة صعبة اقتصاديا، أنا أشوف بالإيجابية كل سنة والله يقولون دكتور هالكلام، كل سنة صعبة اقتصاديا، بس أعتقد دكتورة إذا الروح إيجابية صحيح. ما في تحدي بيوقف أمامنا. أكيد أكيد. زين، بما أن ما شاء الله المؤتمر يشمل قادة البرامج وقادة المبادرات وعدد ضخم ما شاء الله من القادة بيكون موجودين باكر، فشو النتائج توقعهم تطلعون فيها من هذا المنتدى الجميل؟ دائما كل استراتيجية يبالها شوية مثل ما يقولون بالإنجليزي كريتيسيزم، النقد البناء، بالضبط، هل نحن ماشيين على الخط الصحيح أو يبالها شوية تعديل. دائما نحب نفتح للقادة قيادة هيئة الصحة وقادات البرامج الاستراتيجية ونسمع منهم، صحيح، يسمونه في العلم الحديث ستيك هولدر انجيجمنت أو سيناريو بيلدينج، فنتكلم دائما عن آرائهم وكيف هم يشوفون صحة متقدمة في دبي في نظرهم. طبعا الاستراتيجية تم إعدادها في شهر 8 2015، صحيح، فكملنا حين أكثر ما يقارب سنتين، صحيح، ما يقارب سنتين، ففي هالسنتين شو التعديل اللي استوى، التعديل من التعديل المناخي إلى التعديل الاقتصادي إلى تغير الرؤية مرات أو أهداف جديدة. مثال في منتصف الاستراتيجية أطلق سيدي صاحب سمو الشيخ محمد استراتيجية الطباعة الثلاثية الأبعاد، فكيف تبنيناها في استراتيجية الصحة بدبي كيف يتم دمجها مرة ثانية في الاستراتيجيات الماشية أوردي في أحد أهم النجاحات اللي باكر ستعرض من نجاحات الدكتورة حمد المسمار في طب الأسنان لكيف تم إدخال طباعة القوالب الأسنان بهذه السرعة، يعني من شهر 9 لين شهر 1 تم إدخالها إلى الخدمة. جميل. والحمد لله حين موجودة في مركز البدء. جميل. طيب دكتور، يعني شوية ما نبعد عن موضوع المنتدى، أنا أشوفك جاي بجهاز معك زين، فهذا ما وعدتك محمود. أي هذه يد مطبوعة 3D، هذه ترى اللي موجودين معانا على السمع ممكن يشوفونا على الفيديو معانا في حسابات هيئة الصحة بدبي DHA_Dubai على الانستغرام، وأيضا حساب نور دبي. هذه الإيد المصنوعة 3D، والله شكلها خطير، بعد أسود وأبيض. أسود ذهبي. أسود ذهبي. وصلاوي طالع. وصلاوي، نعم. ما سويت أزرق هالمرة. بس لشان عيونك طالع عمرك. الله يسعدك يا دكتور. طيب خبرني هذه شو فائدتها دكتور؟ هاي طال عمرك اللي يعني تم صنعها خصيصا للأشخاص اللي مبتوري الأصابع. مثل ما تشوف فيها 5 أصابع موجودة functional يعني عملية. طبعا هي ما يعني وظائفها تقارب اليد الطبيعية، بحيث أن الشخص مبتور الأصابع أصبح عنده الحين الفاين جريب أو حتى القبضة، بالضبط، هي ممكن أن يمسك الهاتف، ممكن أن يمسك القلم، ممكن جميل. نعم، بس لكن الله يعين على الخط كيف بيطلع، الخط يكون غير واضح. طبعا في أجهزة متطورة أكثر بالنسبة للفاينر جريب أو القبضة اللي هي الأخف والأدق، صحيح، مع تطور التكنولوجيا ومع تطور طبعات الثلاثية الأبعاد تتطور معها الخدمة اللي ممكن تقدم. ممتاز. إذن للي انضموا لنا، هذه اللي يشوفونها على الفيديو، هذه يد صناعية بطباعة 3D أو 3D printing، ومثل ما أنتم شايفينها موجودة للي يعاني من قطع في إصبع في اليد في كذا في بتر، فيركبوا له هذه. ها دكتور، بالضبط بالضبط، وتحرك الأصابع بعدها، تحرك الأصابع، نعم. طبعا في مؤتمر العرب هيلث أو الصحة العربي تم عرض أول قدم صناعية مطبوعة عن طريق 3D printing، وكان شكلها جدا جميل، ومثل ما تشوفون الشكل هذا بعد أيضا يعني تخيل هذه اليد على يد الطفل مثلا مذكور الأصبع بعيد عنكم، أن انعكاسها إيجابيا على صحة الطفل أو على نفسية الطفل. حد يقول هذه يد آيرون مان أو سبايدر مان أو شيء. إذا التعليقات كلها تقول هذا ما يطلق عليه التطوير المستمر. الله يعطيكم العافية، ما شاء الله، بالتوفيق هيئة الصحة.
حد كاتب صباح الخير عليكم، شو هذا شرحنا هذا شو بالضبط، أخيرا شفتك بس نسمعك في الإذاعة. زين أنا بعد شفتكم الحمد لله على نعمة الصحة والعافية، والله يشفي كل مريض، مبدعين ما شاء الله. طيب نعود إلى المنتدى دكتور، نحن شوي أخذناهم شوي بعيد عن هذا لأن شغلة تستحق العرض وتستحق أن الواحد يتحدث عنها. الدور الذي يمكن أن يقوم به قادة التغيير في إحداث هذا التطور المنشود. طبعا التنفيذ الاستراتيجية طبعا من رؤية معالي حميل قطامي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام عندنا، توجيهاته كانت واضحة بأن ما تقتصر تنفيذ برامج الاستراتيجية على فئة معينة أو مكتب معين، بالعكس الكل يشارك إلى خارج الهيئة. الهيئة ما شاء الله عليها ثرية بالمبدعين، صحيح. بالمبدعين عندنا ما يقارب 13 ألف موظف، صحيح. فتم إشراك ما يقارب إلى الآن أكثر من 400 موظف عندنا في هيئة الصحة في تنفيذ البرامج الاستراتيجية. جميل. هذا هو السر للنجاح. أنا أقول لك يوم اليوم أن بإشراكهم لتنفيذ الاستراتيجية، لأن أصبحت الاستراتيجية مالهم تبعهم، صحيح. صحيح. مش فقط مقتصرة على القيادة في هيئة الصحة أو على مكتب معين. هي كانت في الأساس يعني كان في عصف ذهني مو بس خاص بموظفي هيئة الصحة، أيضا انطلقنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخذنا الأفكار حتى من المتعاملين معنا، فهناك العديد من الأفكار تضمنتها الاستراتيجية الجديدة، كانت هي بنات أفكار المتواصلين معنا عبر، صحيح. السوشيال ميديا، المجتمع كله شارك، صحيح. طيب أهمية تبادل المعلومات الصحية دكتور في دعم استراتيجيات. طبعا نحن باكر شوية يعني متعبين الجماعة عندنا، لأن المؤتمر أو المنتدى بيكمل لين الساعة 5. أول جزئية تجلسنا لين 5، ساخر الخير. أول جزئية هي استعراض نجاحات أو تحديات اللي واجهتنا في 2016 وكيف بنقابل هذه التحديات في 2017، وبنستعرض أهم النتائج، وبيكون في أيضا جلسة تعليمية عن تبادل البيانات، وأيضا بيكون في جلسة جدا يعني أنا شخصيا مهتم أني أحضرها، أن كيف نستخدم اللي هو PPP Public Private Partnership اللي هي شراكة بين القطاع الحكومي والخاص بتنفيذ بعض المبادرات الاستراتيجية. جميل. الشراكة هي لا تعني فقط توفير المال، ولكن أيضا تعني توفير كمية هائلة من المعرفة من الشريك الاستراتيجي. صحيح. بيكون في عرض من أحد شركائنا من شركة EY Ernst & Young، بحيث أن نتعلم منه كيف نستخدم هذه الأداة في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية. أيضا بيكون في عرض من الأخ أمن السويدي مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي عن طريقة تطوير الكادر أو تطوير قادة المبادرات. طبعا اليوم في العلم الحديث يقول لك أنت محتاج leadership skills معينة، محتاج طريقة قيادية، تحتاج معينة في إدارة المشاريع، فهذه كلها من عند الأخت آمنة السويدي إن شاء الله ما بتقصر، بتعرض علينا خطة تطوير قادة المبادرات الاستراتيجية. جميل. بحيث أنه يكون في طريقة ممنهجة وعلمية في التعليم والتطبيق. جميل. بعد الغداء هني عاد التعب، أهم فقرة الغداء طاولة خاصة لك ولجماعتك مثل ما وعدتك هنا طلب. قال في ترتيب أنا ما بيك إلا إذا له طاولة خاصة داخل المنتدى وداخل المطعم، حقه حق موظفين. لا محمود ما شاء الله دائما يعني يهتم موظفين، ما عداي أنا باجي الموظفين. حياك الله دكتور، أنت مبروك تصيرين شو طابخين ها دكتور، عشان أتأكد أكل صحي يعني. لا باكر أوبن داي حق الجميع، باكر أوبن داي حق الجميع. جزاك الله خير. هي دكتور بعد الغداء إن شاء الله بنلتقي مع متخصصي البيانات في هيئة الصحة والقطاع الخاص، بحيث أنهم هم يعرفون شو القادم من ناحية تبادل البيانات. حد يقول البيانات هي الذهب الأسود أو البلاك جولد، من أهميتها ومن كثر ما هي بتكون لها أهمية كبيرة في المستقبل، من ناحية الذكاء الاصطناعي، من ناحية تحليل البيانات، من ناحية تقديم التقارير لصناع القرار. فبني جلسة خاصة لمدة 3 ساعات بس نتكلم عن تبادل المعلومات بطريقة علمية بين المنشآت الصحية. فبنتعبك يانا لين 5، وعد انك تكون موجود يانا ان شاء الله دكتور. وايضا عندي ابو زايد يقول اتابعك وانا اتريق بيض الطماط، حياك. زين والحين على الغداء التعليقات كلها عزمونا حياكم الله. عموما جزاك الله خير دكتور، وشكرا على هذا الجهاز. هذا حقي ولا بس للعرض؟ انت بس تستخدمه بعيد عنك، لكن واذا حاب نغير الالوان نسوي اللون. لا 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 اللون زين زين، اللون زين ثامر طول عمرك. اول مره تجيب لنا شيء مو بزرق. عموما جزاك الله خير دكتور محمد الرضا مدير المكتب
المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي في هيئة الصحة بدبي. كل التوفيق إن شاء الله في منتداكم وموفج خير. وسامحنا عاد أخذناك من اجتماعاتك لكن أدري بك مستعجل. العفو طال عمرك وبالخدمة. شكرا. كان معنا دكتور محمد الرضا مدير المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي. بعد الفاصل إن شاء الله ما نتحدث عن واحد من المستشفيات المميزة عندنا لايق على الكندور. يتكلمون عن الجهاز وسؤال فيه أحجام أصغر. الـ 3D printing يسوي كل شيء وإن شاء الله يعني المستقبل أن هذا ما تشوفونه بهذا الماتيريال أنه ممكن يكون مثل الإيد الطبيعية بالخلايا الجذعية ولا بإذن الله. إن شاء الله يا رب يا رب. عموما علم الإنسان ما لم يعلم. صحيح. فاصل وراجعي. صحة وسعادة أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا الدكتورة كم؟ 600-1414 وحق رسائل على 4006 600-55-1414 في 5-5 في النص. أوه نزلت الخمسة خمسة. أنا آسفة. وأربعة صفر صفر ستة اللي حاب يتواصل معانا. لا البث بدأ. نحن موجودين معاكم على عبر حسابنا في الانستغرام اللي هو DHA_Dubai DHA_Dubai وأيضا حساب إذاعة نور دبي موجودين بعد معاكم على الهواء. اللي عنده نشوف كواليس البرنامج بعد كذلك ممكن أن يتواصل معنا عبر حساباتنا الشخصية. طبعا مستشفى حتى هلا ينضم إلى قافلة المعتمدين عالميا من قبل مستشفيات هيئة الصحة بدبي. فقد حصل مستشفى حتى تابع هيئة الصحة بدبي على الاعتماد الدولي من الهيئة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية ليكتمل بذلك حصول كافة مستشفيات الهيئة على هذا الاعتماد الذي سيساهم إن شاء الله بشكل كبير في تقديم خدمات صحية عالية الجودة وفقا لأفضل البروتوكولات والممارسات الصحية العالمية. طبعا اللي انتم تشوفون هذا عزيز صار له يعني 20 سنة انت موجودني في الإذاعة عزيز ما شاء الله. عموما دكتورة نتكلم عن هذا الاعتماد. خلينا في البداية نتحدث عن الاعتماد الدولي بشكل عام وأهميته للمرضى وللمؤسسات الصحية. جميل. نرجع شوي محمود لورا ل 2006 لما بدت فكرة الاعتماد الدولي بشكل عام في دبي. كانت فكرة جديدة بدت بنظرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يوم وجه أنه دبي تكون محطة للسياحة العلاجية. فأنت لا تقدر تجذب سياح علاجيين من كل أنحاء العالم لازم يكون عندك إشي مميز يكون صحيح. عندك مصداقية عالية يكون عندك ثقة عالية لا أقدر أنا أترك بلدي وأجي على دبي للسياحة العلاجية. صحيح. فكان لابد من أخذ مبادرات على مستوى عالي من المصداقية ومبادرات عالمية. فكان الاعتماد الدولي من أحد أهم هاي المبادرات السباقة لتعزيز مكان دبي كمحطة للسياحة العلاجية. الاعتماد الدولي هو واحد من أهم الأهداف اللي بتهدف لتعزيز صحة وسلامة وجودة الخدمات المقدمة في المنشآت الصحية. أهم الثقافات اللي بتنشرها بيئة الاعتماد الدولي مش بس العمل بالتطوير وتعزيز الكفاءة والخدمات والعمليات، اتعدت هاي المرحلة لمفهوم تقليل المخاطر. انت عارف احنا بنشتغل بقطاع صحي يعني الخطأ نسبة خطأ واحد ممكن تساوي حياة، فما صحيح. في أي مجال لتحمل أي نسبة خطأ لو بسيطة. فهالاعتمادات الدولية نشرت ثقافة للتميز للتعديل للتطوير، والأهم من هذا مبدأ درهم وقاية خير من قنطار علاج. كيف إحنا نفكر دائما بشكل سباق لتقليل المخاطر وإنفولف كل حدا في المؤسسة اللي يفكر بهاي الطريقة لتحسين جودة الخدمات المقدمة. جميل جميل. طيب أنا يشوفوني أشرب القهوة يقولوا يشرب باليمين، أنا ما أدري أشرب باليمين أظني هذا يمين ترى. العكس الصورة. عموما صباحكم سكر جميعا. طبعا نحن متواصلين مع الأستاذة عبيدة قاطوني مدير الاعتماد الدولي بمستشفى حتى. أستاذة عبيدة طبعا
الاعتماد الدولي الناس الحين مو مثل قبل. قبل الناس ما كانت تستوعب شو أهمية الاعتماد الدولي وكم الجهد اللي يوضع عشان أي منشأة صحية تحصل على الاعتماد الدولي. فأول شيء أنا هنيكم على حصولكم على الاعتماد الدولي. بس لو ممكن نعطي للناس نبذة عن شروط ومعايير حصول أي منشأة صحية على الاعتماد الدولي عشان يعرفون كيف إن هي ليست مجرد شهادة سوف تعلق ولكن في جهد شهور وسنين قبلها جبار وجبار عظيم من كل حد طبعاً في المؤسسة. لأن المقيمين دقيقين جداً يدورون تفاصيل التفاصيل. تعرف محمود تكمن يعني جمالية الاعتماد الدولي مش بس إنه هي عبارة عن مرحلة تقييم. الفريق اللي بزور المؤسسة طبعا فريق عالي جدا من الاختصاص والدقة وهو فريق حيادي وبيجي بمعايير عالية ليقيم جودة الخدمات المقدمة. والأهم من هذا كله أنه هلأ اتعدت مرحلة التقييم مش لمرحلة بس كل 3 سنوات هاي المعايير تتم تحديثها لتبني أفضل الممارسات العالمية وللاستفادة من التقارير الدولية من كذا نظام لخلق بيئة آمنة. فالاعتماد الدولي طبعا اللي اتفقنا عليه احنا في دبي كان اللجنة الدولية المشتركة. هاي المعايير تختلف حسب المنشأة الصحية. في معايير للمستشفيات، في معايير للمراكز الصحية. اعتقد بكرة ان شاء الله بتكون معاكم زميلتنا الدكتورة ضحى من هيئة الصحة لتكلم عن الاعتماد بالمراكز الصحية لأن تختلف والله المعايير. والله ما أدري إن ضحى بتكون معنا ما شاء الله شقاع عرفت الدكتور والله أخبار عندي محمود طيب. فالمعايير بالنسبة للمستشفيات أو الصحة المراكز الصحية أو معايير الخدمات التمريض المنزلية بتختلف. بالنسبة لمستشفى حتى وراشد ولطيفة ودبي رحنا للاعتماد بخصوص المستشفيات هو عبارة عن فوق 1300 معيار. معيار هي 14 تشابتر بنقسم لجزئين. أول 8 محاور رئيسية بتتمركز حول رحلة المريض. صحيح. بداية من تعريف المريض نتأكد أن إحنا نتعامل مع المريض السليم لتسهيل دخول المريض لهذه الخدمة. الصبح كانت أسمع عم تحكي على الدواء وأنه دواءك من طبيبك. صحيح. طبعا في تشابتر كامل عن موضوع الأدوية وسلامة التعامل مع الأدوية العمليات الجراحية نهاية بتمكين المريض وأهل المريض بتقديم الدعم الكافي من ناحية التثقيف ليكون هالمريض قادر على تتمة الرعاية الصحية بعد ما يطلع من المنشأة. أستاذ عبيد احنا بس عشان تأكيد على كلامك لما يكون في اعتماد دولي فالعنصر الأساسي في الاعتماد الدولي هي سلامة المريض. السلامة. كل شيء يدور حول سلامة المريض اللي هي 7 أهداف لسلامة المريض الدولي IBSG اللي هو يعني كل شيء المنظمة ما تحصل على شهادة إلا وتأكد المقيم أن المنظمة. شو هي 7 أشياء هذه؟ في 8 معايير لحول رحلة مريض بشكل عام. أوكي. وفي 6 خصوصية هاي دوليا يعني سواء للجنة الدولية المشتركة أو لأي شيء. أول واحد التعريف الدقيق بالمريض نتأكد أن احنا نقدم الخدمة الصحيحة للمريض الصحيح في الوقت الصحيح أو حسب الحاجة المريض. أوكي. بعدين اللي هو أهمية التواصل الفعال والدقيق بين مقدمين الرعاية المختلفين. الثالث اللي تكلمت عنه أسماء الاهتمام الخاص بالأدوية والأدوية عالية الخطورة بشكل خاص لأن يعني في أدوية أخطر عن أدوية. والرابع اللي هو نتأكد إنه إحنا قبل ما نبعث المريض على غرفة العمليات في right side تأكد من الجانب الصحيح المكان الصحيح المريض بالزبط. الصحيح. وخمسة اللي هي مكافحة العدوى. صحيح. نتأكد إنه إحنا بناخد كل جهد ممكن لتقليل مخاطر العدوى في المستشفيات. والآخر هدف تقليل من مخاطر السقوط في المستشفيات. طبعا أحيانا بتبين شغلات بسيطة بس ما تخيل كمية التقارير الدولية من الأذى يعني سنويا. صحيح. بالنسبة لهالأمور هاي. جميل. أنا تأكيدا على كلامك دكتورة حتى في بعض المراكز الصحية يا جماعة الخير عملية أن يأخذون الاعتماد كانوا المقيمين يبطلون المكيف كل شيء يبطلون. صحيح. الليتات السقف تكرم يطلعون الزبالة تكرم يبطلون الزبالة يتأكدون أن أنت تلقي أشياء لمس فيها المريض في الكيس المناسب بعد. أي. لهالدرجة فهذه الأمور كلها يتم اعتمادها. ليش؟ لأن عملية سلامة المريض هي من أولوية قصوى. صحيح. وعالية عند المقيمين للحصول على هذا الاعتماد. ايضا في شغله ثانيه دكتوره اشوف يعني في عندنا بعض اللي شاركوا معاكم في التقييم الجي سي اي اي ويقولوا مرحله وعدت على خير والحمد لله. مرحله صعبه كانت صراحه يعني
هي رحلة مستمرة طبعا، كانت رحلة متعبة، لأن زي ما كنت عم بحكي لك يعني فوق 1300 معيار. وفي مش بس هو أوكي سلامة المريض والعمليات المتمركزة حول رحلة المريض، بس في كتير من المعايير اللي هي بنحكي عنها المعايير الداعمة، مكافحة العدوى، الجود، السلامة، وعلى رأسها الهرم كله دعم القيادة. لأن من غير دعم قيادة، من غير رؤية واضحة من القيادة ودعم من كل مستويات في الصحة في دبي، كان مستحيل. الموضوع فيه ميزانية وفيه توجيهات. فمن معالي حميد القطامي لرئيس المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات دكتور أحمد مكلبان، للمدير التنفيذي لحتى الدكتور سيف البدواوي، كانوا على قدم وساق في كل مرحلة من هالمراحل لنقدر أنه إحنا نوافق الشروط الطبية والغير طبية. صحيح. طيب الحين أنا بتكلم عن الجهود اللي قام بها المستشفى حتى لتحقيق هذا الإنجاز، ومتى بدأتم الرحلة هذه للحصول على هذا الإنجاز؟ لأن هذا إنجاز ما يبين يوم وليلة. أكيد. والوصول له ممكن واحد يوصل، الصعوبة في الحفاظ يعني عليك. بالضبط بالضبط. ها دكتورة؟ دكتور سيف البدواوي طبعا كان موجود حتى من حجر الأساس، فكان حريص يعني الله يجزيه الخير صراحة، وفر علينا كتير جهد ودبليكيشن، لأن كان حريص من البداية تخطيط العمليات، تخطيط الموارد، حتى المبنى، الطريقة اللي صمم ورتب فيها كان موافق للمعايير العالمية. فاستعان بذوي الخبرة والاختصاص والموارد الداخلية بهيئة الصحة في دبي ليعينوا على هالطريق. بعدين طبعا احنا بدينا السنة الماضية، انا انضميت لفريق حتى، وعملنا لجان وفرق عمل وبخطة زمنية مدروسة، واستعنا يعني بكافة الوسائل ممكن الغير ممكن، سواء من كتيبات، محاضرات، ورش عمل، الواتساب يعني كان في جهد جبار جدا لقدرنا نوصل معلومة موحدة. صحيح. ودقيقة لكل الموظفين. صحيح. المقيمين يوم بيجوا المستشفى ما بيتكلموا بس مع الإدارة، لا يتكلمون مع صفوف الأمامي، من الصفوف الأمامي حتى الكونتراكترز يعني. صحيح. أنت عم تحكي حتى اللي كان اللي بيبيع في البقالة في المستشفى. صحيح. تحت. صحيح. اللي في الكوفي شوب، كل الناس. صحيح. ما في أي حدا كان مستثنى، المرضى، الأهل اللي عم بيجوا مع المرضى، هل إحنا كمستشفى قدمنا لهم المعلومات الصحيحة الدقيقة، الدعم الكافي؟ فكانت رحلة شيقة. في سؤال يستفسرون، هل المستشفيات الأخرى مثلا في عجمان تتبع لدائرة الصحة؟ لا، نحن عندنا 4 مستشفيات رئيسية في إمارة دبي اللي تتبع هيئة الصحة وتشرف عليها، اللي هي مستشفى دبي، مستشفى راشد، مستشفى لطيفة، ومستشفى حتى. وعندنا كم مركز صحي دكتورة؟ 13 مركز صحي وغير المراكز التخصصية اللي تتبع للهيئة، منها مركز الثلاسيمية، مركز التبرع بالدم، وغيرها من المراكز المتخصصة. طيب الفترة الزمنية لهذا الاعتماد دكتورة كم سنة؟ بيضل التقييم فالد لمدة 3 سنوات. 3 سنوات. وكل 3 سنوات طبعا يتم التجديد. وخلال هالثلاث سنوات يعني ما في راحة، يعني خلال الـ3 سنوات في تواصل مستمر. بالضبط. في تقارير دورية، في لكل منشأة صحية يعني أكسس عندهم على الويب سايت للجي سي آي، وبنقدم تقارير ومؤشرات أداء يعني بشكل مستمر. صحيح. شو الخطة المستقبلية بعد ما الاعتماد الدولي تكون؟ هذا يفتح المجال يعني أفاق واسعة قدامكم، في أكيد لكم أهداف مستقبلية. شو خطتكم المستقبلية للمستشفى حتى؟ هلأ بشكل عام يعني توجه على مستوى هيئة الصحة بدبي إنه الاعتماد الدولي هو بداية رحلة. صحيح. في رحلة تميز مستمرة. صحيح. هو مؤشر أداء نفسه، مش هدف يعني خلص الألتيميت جول. صحيح. هو مؤشر أداء لقياس هالجهود الجبارة عم بتسوي هيئة الصحة. في مستشفياتنا الثانية بعد ما خلصنا الاعتماد الدولي صار في توجه لمراكز تميز، فصار عندنا مركز متميز للقلب براشد، مراكز متميزة للجلطة الدماغية. صحيح. ونفس الفكرة هلأ إحنا في مستشفى حتى متوجهين لمركز تميز لجراحة العظام، وحنكون جزء من موضوع خطة السياحة العلاجية، لأن كنا عم نحكي الصبح الجو بديع بحتى، وفي على الحديقة لما قلت، وفي هلأ توجه من مدير المستشفى عم بتواصل مع الجهات المعنية، في صار عندنا المستشفى حديقة، وهلأ عم نرتب معاهم ليكون في سبيس للمرضى اللي عم الإقامة الطويلة، فبحيث نعمل إحنا منتجع متصل زي منتجع من السياحة العلاجية ومن مركز متميز لجراحة العظام. يعني محمود بيكون في تقريبا منتجع متصل بمستشفى حتى، الحديقة العدانة بيفتحون ممر الناس يقعدون في المستشفى لفترة طويلة عشان يمنعون الاكتئاب وعشان يشجعون على الحركة، يروحون بممر للحديقة. طيب أنا بقرأ بعض الرسائل، طبعا بس شوي الشاشة بعيد لأن ما يجيبها عندي. انزين. صباحكم ورد جميعا. اعتماد دولي صح، الجي سي اي اي صحيح.
قلنا عن موضوع المستشفيات ومحتاج لجهود جبارة من قادة فريق الاعتماد مستشفى حتى إنجاز يكتب لكم. إنزين المراكز الصحية في كل منطقة ما شاء الله، بالتوفيق إن شاء الله، الله يوفقكم. شكرا. يعني وغيرها من التعليقات اللي واحد كاتب لي كذاب، ما حد سألك، يقول لي ما حد سألك الحمد لله مكتوب أصلا إن, 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 إن يطلع. قلنا نحن عندنا ثلاث حسابات إخواني، DHA_Dubai، وعندنا نور دبي، وهذا حسابي الخاص أنا، ما يحتاج. عموما دكتورة، يعني الآن وصلنا إلى هذا الإنجاز، وصلنا لهذه بداية الرحلة. بداية الرحلة، نحن من خلال هذا الاعتماد أنت اطلعت على الخدمات اللي يقدمها مستشفى حتى، فخبريني عن مستشفى حتى بشكل عام، شو هو مستشفى حتى، شو الخدمات اللي يقدمها، وشو المميزات اللي تميز مستشفى حتى. مستشفى حتى بدأ ب 2000 بالست سنوات، نحكي بأول 2011 أو 2012 تقريبا. بدأ المستشفى بطريقة متواضعة، كان بس خدمات الإسعاف والطوارئ والخدمات الخارجية، وشوي شوي كان فريق العمل يدرس المجتمع، لأنه اللي بيميز مستشفى حتى عن أي مستشفى صحة أنه هو community based. صحيح. لأن زي ما كنا عم نحكي دكتورة قبل المقابلة، مستشفى حتى بيخدم 14 منطقة، من مزيرع لمصفوت لشوكة للمدام لمليحة، شوي الخدمات شحيحة بالنسبة للخدمات الطبية هناك. بداية كان كل المرضى عم بيجوا، طبعا بالإضافة لسلطنة عمان اللي على الحدود، فالبداية كانت أن الناس تيجي على مستشفى حتى شوي الثقة كانت مش 100%، فكانوا يجوا ياخذوا الخدمات الإسعافات زي أولية، بعدين يطلبوا النقل على باقي مستشفيات الصحة. شوي شوي الحمد لله الإدارة كانت قادرة أنها تطور الخدمات وتعزز هاي الثقة، وترتقي كل سنة وكل شهر وكل يوم عن يوم في الخدمات، لحد ما الحمد لله إحنا اليوم يعني أغلب الأحيان بكون عندنا الطاقة الاستيعابية 100%. جميل. الناس جميل. صارت عم تيجي في عنا هلأ، نرجع موضوع جراحة العظام، في ناس صارت ترجع من دبي على حتى للفريق اللي عندنا موجود، فالخدمات متعددة ومتنوعة، سواء من الجراحة العامة للنسائية للأطفال. وبدينا هلأ مش بس نقدم كل الخدمات أخي محمود، صرنا تطورنا لمرحلة اللي هو البريفنتيف ميديسن، الإجراءات الوقائية، سواء اللي هو المسح، وبنعمل كتير من المبادرات، بنوصل إحنا للمجتمع وبنعمل حملات توعوية للإجراءات المسحية يعني لبعض الأمراض. جميل. حتى لها طبيعة خاصة جدا، ولها مكانة في القلب دائما. صح. يعني سكان إمارة دبي عندهم حتى، يعني حتى أهالي حتى هم مختلفين، ناس من صح. أطيب الناس صح. ومن أجمل الناس الواحد ممكن يتعامل معاهم. أكيد. فإن شاء الله يا رب نحن نتمنى لكم التوفيق، ونحسدكم أصلا أنتم موجودين هناك في حتى، أنكم تداومون هناك، لأن منطقة جميلة جدا. yes. والدوام فيها حلو جدا. أستاذة عبيدة القاطوني، مدير الاعتماد الدولي بمستشفى حتى، نحن شاكرين لك هذا التوضيح، نتمنى لكم التوفيق. شكرا محمود. شكرا جزيلا دكتور. شكرا لك أيضا مستمعينا، يعني على عجالة، جزاكم الله خير والحمد لله في دولة الخير الإمارات، وإن شاء الله المزيد من النجاح إلى الأمام دائما وأبدا. وفي عندنا بعض الملاحظات الصراحة، حتى مستشفى راشد يحتاج حديقة للمرضى، خاصة المرضى اللي يطولون في المستشفى. إن شاء الله في خطط، يعني ما نبغي نعلن عنها الحين وايد، بس في خطة تطوير لجميع المستشفيات والمراكز تمشي فيها الهيئة بالتدريج، بتعرفون عليها، ونحن نكون معاكم أول بأول للاطلاع على هذه الخطط. فيعطيكم ألف عافية. ما شاء الله أنا البرنامج الوحيد اللي ممكن في الحلقة ثلاث مخرجين يوني. فكل التحية لمخرجنا نمر محمد عبده، وكان معانا أيمن سرحيل. كل الشكر لك حمد المعيوف، كانت معانا في التنسيق وفي الإعداد فريق قسم الإعلام، وأنا خص حسن البلاونة إعداد هذه الحلقة. وأيضا كل الشكر لك دكتورة ندى الملا. شكرا لك محمود، شكرا لمستمعينا، ويومكم سعيد إن شاء الله. يومكم سعيد إن شاء الله، وعلى أمل نلقاكم غدا. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.